راجع مراجعة سريعة بس الثري فيس. احنا قلنا عندي ثري فيزرز اللي هو الار، هذا طبعا الفيز فولتج، الاس بتاخر عنه 120 درجة، عم بلف هون انا بسرعة اوميجا radians per second، هذا S هذا T كمان بتأخر ب 120 درجة أو بتقدم ب 120 درجة على R. ماشي، هذا واضح لحد الآن. هلا جيت أنا هون بدي أسأل، أنا بهمني إحنا عارفين جذر الثلاثة، حافظين جذر الثلاثة، بس مرات ما بنركز على الفيز أنجلز، الفيز أنجل بتهمني كمان. فإحنا إجينا بنقول هلا لو أنا بدي V R S بتساوي V R، إذا بدك سمي النقطة هذه سي ماينس في اس سي، مضبوط؟ لهذا الفيزر ماينس هذا الفيزر، بعملهم معاملة الفيكتورز، هم مش فيكتورز بس بعملهم معاملة الفيكتورز. فإذا بدي أطرح هذا الفيكتور ماينس أو هذا الفيزر ماينس هذا الفيزر، كأني بضرب هذا الفيزر في ماينس 1، مضبوط؟ فبضل بتنعكس 120 درجة 180 درجة، والماجنتيود بضل نفس الماجنتيود، يعني هذا الطول لازم يكون نفس هذا الطول من هون. هدول احنا فيزرز، احنا عارفين انه هدول واحد كل واحد ممثل ساينوسويدال سيجنال، الها ماجنتيود او امبليتيود والها فيز انجل، كلهم لهم نفس الفريكونسي، كلهم بلفوا على اوميجا راديانس بير سكند. هلا هدول لما بجمعهم شو بصيروا؟ بصير عندي هيك، مزبوط؟ هلا اذا بنطلع طلعه هذا المثلث، هاي الزاويه قديش؟ 120، إذا هاي كلها 60 بالسيمتري، لأنه هذا طوله هو نفس هذا نفس هذا نفس هذا من هون، إذا هاي بتنصف الزاوية، إذا هاي 30 وهاي 30، إذا هاي كمان 30 وهاي 30، 30 و 30 60، إذا هاي الزاوية 120. من الكوساين فورمولا بتقدر تطلع إنه هذا الطول هو جذر الثلاثة من هذا الطول، مظبوط؟ عندي ايش احنا بنقول a سكوير يساوي b سكوير زائد c سكوير ماينس 2bc كوساين ثيتا a بنسميها، اللي هي الزاويه اللي بتقابل a، مظبوط؟ ايش الزاويه اللي بتقابل a؟ هذا a، يعني a هو الطويل 120. كوساين 120 راح يلغي الماينس، مظبوط؟ ويصير كوساين 60، مظبوط؟ قديش كوساين 60؟ نص، اللي هو نفسه ساين 30، مظبوط؟ نص. فبصير عندي هون b سكوير زائد c سكوير زائد 2bc، في نص بتصير هذه 1. b و c متساويين، مظبوط؟ فبصير عندي b سكوير زائد b سكوير زائد b سكوير بيساوي a سكوير، مظبوط؟ إذا a سكوير بتساوي 3b سكوير، إذا a شو بتساوي؟ 3، مظبوط؟ هذا بالنسبة للماجنتيود والزاوية هي. شو معنى هذا الكلام؟ انه الفيكتور A اللي هو ايش؟ اي فولتج؟ لاين فولتج. شو بيساوي؟ جذر الثلاثة من الفيز فولتج كماجنتيود كساينوسويد، هذا ساينوسويد وهذا ساينوسويد، ما ننسى، يعني هذول احنا بنرمزهم بس حتى نسهل حالنا الفيزرز، بس احنا بنحكي هذا كل واحد منهم مثل ساينوسويد، له فريكونسي نفس الفريكونسي، بس بيختلف الماجنتيود والفيز انجل، فهذا هون إذا كان 230 طلع هذا معنى أظن 325 أو 311. وفي فيز انجل، الفيز انجل هذا ليدنج باي 30 ديجريز، ولذلك لما رسمناهم اذا بتتذكر رسمنا ار هون وكان في ار ماينس اس اعلى حوالي جذر الثلاثه وليدنج باي 30 ديجريز، اوكي؟ هاي معنى هاي ال 30 درجه، ال 30 درجه هدول هم هاي، والماجنتيود هو الماجنتيود طلع معنا، ماشي واضح؟ مش كثير واضح. خلص بدك تقعد عاد تراجعها اكثر هيك اكثر هيك ما بقدر اشرح، واضح؟ اوكي.